الفنان الكبير حماده هلال، وارحب بيك معانا على شاشه ام بي سي مصر، وكل سنه وانت طيب. انتم منوريني اولا في التصوير، وانا سعيد ان انا معاكم النهارده والله. شكرا ليك. في شهر رمضان بيزيد تقديرنا لنعم ربنا علينا، وحماده هلال ربنا انعم عليه بنعمه الاهل والاسره. في علاقه قويه بينك وبين اهلك، وفي دعم متبادل ما بينكم في بدايه مشوارك. قول لنا، بتشوف نعمه الاهل والاسره ازاي؟ لا بالعكس، انا ما كنتش سند للاسره، ده هم اللي سند ليا مبدئيا. يعني الاهل المحافظه عليهم ده اولا، انت قبل ما تكون تبقى سند هم سند ليك جدا، لان هم الظهر للواحد بيتسند عليه، الطاقه الايجابيه الواحد بيعيشها مهما كانت في صعوبات. يعني ما فيش حياه مع اهل بتبقى ماشيه طبيعيه، هم اهم حاجه في حياتنا. واحنا انت بيبقى عندك عيلتين، العيله الاساسيه الام والاب والاخوات، دي عيله ربنا يديمها علينا، وفي عيلة تانية عيلة الزوجة والأولاد، دي عيلة تانية وأهل. ففي كل الأحوال إن ربنا يريد إن أنت تحافظ على الاتنين دول، لأن هم دول سندك، مش أنت اللي بتسندهم، هم اللي سندينك. يعني حب حمادة هلال لوالدته واصل لكل الناس، الله يرحمه، وده يمكن بسبب صدق مشاعرك. ويمكن رحلها ما عداش عليه سنة، بعد رحلها بتشوف نعمة الأم إزاي؟ الله يرحمه ويحسن إليها. لا، الأم ده ما يتعوضش تاني خالص، اللي ما ينفعش يجي بعد الام شخص تاني. ممكن في حاجات كتير قوي تاخد المكان، بس مكان الام صعب جدا، مكان الام صعب جدا. فبالنسبه لي هو المسج عند اي حد ان يحافظ على النعمه اللي لسه موجوده معاه دلوقتي، ان كانت والدته لا تحافظ عليها جدا وتعيش معاها وتشبع منها جدا، لان فقدانها صعب شويه. فالحمد لله والشكر لله. يمكن في خلال السنة اللي رحلت فيها أكيد بتفتكر موقف كتير وذكريات كتير وعادات كتير ما بينكم، بس تحديدا إيه الحاجة أو إيه الموقف اللي عمرك ما تنساه ليها في شهر رمضان؟ إنها بتفطر معي، وإنها كانت الله يرحمه كانت تعمل البسبوسة، فلا يعني الله يرحمه ويحسن إليها الحمد لله. أكيد لازم نقدر نعمة الأم والأهل، بس أحيانا بعض الناس بيبقى في إيديها النعمة بس مش بتدرك قيمتها. تحب تقول إيه لكل واحد أمه لسه موجودة معاه ومش مدرك نعمة الأم؟ ما افتكرش حد مش مدرك نعمة الأم. ممكن يكون هو ملهي في حياته، ملهي في شغله، ممكن يبقى شاب صغير مراهق مراهقة، فهي ملهية شايفة إن هي خلاص هي قدامها، لأن الأم هو الوحيد اللي مش عايز منك مصلحة. أوكي. فممكن يتحمل أي غضب ليك، يعني ممكن شخص تاني ما يتحملش غضبك، لكن الام دي الوحيده اللي ممكن تتحمل غضبك مره ورا التانيه وتقول لك طب اهدى يا ابني مش عارف. فبالنسبه له دي عادي، دي بتاعتي مش هتروح مني ولا. فهو للاسف ما بيفوقش غير من صدمه بعد الشر على اي واحد يعني يشوف صدمه زي دي. الصح ان هو يعني ان يفضل تحت رجليها، ده الصح. انا شايف ان الام دي تحت رجليها يعني، ف ربنا يبارك لكل واحد. يعني بنشوف ان الجمهور بيتفاعل معاك بشكل كبير لما بتتكلم عن حاجه تخص اسرتك او اهلك، وده بيبقى نادرا، بس اخر حاجه لما طلبت منهم الدعاء لزوجتك على السوشيال ميديا كل الجمهور تفاعل معاك بشكل كبير ودعوا لها وكانوا مساندين ليك. انت بتشوف التفاعل ده ازاي؟ انا بشوف التفاعل لان هو من قلب، لان الزوجه دي ام تانية، يعني دي ام ولادي وسندي برضو في الدنيا، فده موضوع تاني، ده اهل تاني يعني. ف وبرضو دي لازم يتحافظ عليها جدا. أوكي. فلا الحمد لله، لان انت بتقول حاجة من قلبك، انت مش بتقول للناس، مش بتستغل فرصة ولا بتاع. انا عمري ما كنت من الشخصيات اللي تشتغل على السوشيال ميديا انها تستخدم اهلها. انت ما شفتيش صورة لحد من عيلتي على السوشيال ميديا غير امي الله يرحمها بس. اكيد. يعني هو ده عشان كده نادرا لما بتتكلم عن حاجة تخص قلبك، فعشان كده هم بيبقوا مقدرين جدا لما بتطلب حاجة او لما بتقول حاجة بيبقى فعلا من قلبك. في كل الاحوال ربنا يحافظ علينا كلنا يا رب، ده اللي اقدر اقوله. يعني رغم مشاغل الحياه، لكن انت لسه محافظ على علاقتك مع اهلك في الشرقيه، وبتتردد عليهم كل فتره، وبتتردد على اصدقائك هناك واهلك زي عبد النبي النمر وبعض الاهل والقرايب. ده عبد النبي ده الثعلب اسمه. يعني ليك اصدقاء لسه هناك ومقربين ودايما واقفين معاك. ده حبيب ابويا، عبد النبي ده حبيب ابويا وصديقه يعني. فاحنا لينا اصحابنا هناك كتير، هم دي ذكريات كبيره، ده هم حبايبي. بس هي الفترة اللي فاتت بتاع الكورونا دي هي اللي قطعتنا شوية، بس يعني خالاتي اللي في الشرقية كلهم وعماتي دول حبايبي وسند ليا. فممكن الواحد يكون مقصر معاهم الفترة اللي فاتت ان انا ما عرفناش نتقابل يعني، بس ان شاء الله الايام اللي جاية دي ربنا يحيينا ونكون معاهم ان شاء الله. قول لنا مشاعر الحب والود اللي انت بتشعر بيها لما بتروح الشرقية، هل في حاجة ممكن تعوضها؟ صدقيني اي واحد
الذكريات دي بتبقى جميلة جدا، ولما يعني بتروح لمكان انت عندك ليه شايله ذكريات كبيرة حلوة في حياتك، انت بتبقى امتع اللحظات اللي انت بتروحها بتشوفها. أوكي. بتفتكر كل حاجة حلوة، لان في سن كده في حياتنا مش هيتكرر تاني، سن الطفولة والمراهقة، فده كان فيه ليه ذكريات كبيرة قوي. فتمام، الحمد لله ان احنا يا رب نستمر يعني، وبنقول لاي حد يعني طبعا، لان دي فترة انت ما تسيبهاش اهلك، تخليك محافظ عليهم، لان هم هيبقوا سر نجاحك وسر سندك في الدنيا وفي الاخره، لان هم انت من غيرهم صدقني لو انت فاكر ان انت سند ليهم، لا هم اللي سند ليك من غير ما تدري. فنان حمادة هلال، بشكرك على لقائك معنا، رمضان كريم. وتقول لنا ايه لو توصف نعمه الام والاهل في كلمه؟ هرجع تاني اقولها لك، ان الام ما بتتعوضش، ويا رب يبارك لكل ام موجوده في حياتنا، ويرحم أمي ويرحم أمهاتنا كل اللي راحوا لربنا سبحانه وتعالى.